ترى من تربى في حج الله من الحساد ولا عاد تمشي قولت الناس عانتهم. الله هاو سلامتكم. سلام. يبيض وجهك يا عبد العزيز. أما اللي بختارها لكم على ما قال فأنا والله دائما الله يجعل كلامنا وكلامكم يرضي الله. آمين. آمين. وهذه الرسالة لكل شاعر، كل متحدث، كل خطيب، كل مشهور ومؤثر. لا تجعل من قلمك ولا من لسانك ما يفرق عن المسلمين. صحيح. اجمع الكلمة. اجعل من كلامك رسالة. من فعلك رسالة. يوم من الأيام اتصل علي رجال وقال فلان يبغون يروحوا له الربع، والرجال ذا والله يا أخوك إنه ما يستاهل. ليش؟ قال الرجال صار عندنا وصار عندنا ولا 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 هو بيوصلنا. قلت يا أخوي الرجال لحم ودم وأنا صادق، وترى كل أنت تتغاضى في موضوعه وصداقته لو قاطعته ولا، بس لحمك ودمك هذا شيء مجير لك أمام الله سبحانه وتعالى، وتصرف على نفسك حتى ينقطع رزقك بعد، لأن صلة الرحم من أسباب زيادة الرزق، صح ولا أسلم؟ لا؟ أسلم. قلت المهم يا ولد، قال نعم. هو دق علي يا أبغاني يا رب إني أتفاعل معه وأدق على الربع يعرف إنهم يقدروني وها ونكنسل السالفة كلها. قلت اسمع، قال نعم. قلت أنا والله ماني معك على الرأي ذا، الربع رايحين رايحين ولا أنت برادنا من علم غانم وأنت مسيرك في خطأ، إلا عندي لك مخرج. قال وش هو؟ لأن الرجال مندفع وزعلان ودور لحل. إيه. قلت دور مخرج طواري. نعم. قلت دق على مخرج طواري. دق على الرجال وقول وش سلام عليكم وش حالك طيب والحمد لله على السلامة وقدامك العافية والله يا فلان إن الربع بيجونك ولا حن بنجيك، قل له بعد النص وترك يا فلان ما أنت بجيد معنا. ترى تنظيف صدرك على الأقرباء بالذات ترى مهم، لا تجعل عندك شيء من 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 البقايا لأنها تترسب ثم يوم من الأيام تجيب مصيبة. أعطنا الشعر يا عبد العزيز. على خشم. على الشحم. المهم الرجال اتصل عليه لأني أنا والله نقولها يا أبو بختان. إن الربع نص. الربع معنا والمجلس ما شاء الله مليان والدرن والزهر. المهم إن الرجال اتصل على الرفيزة ذا سلام كيف الحال يا فلان؟ قال يا ولد إيش كنت ما تسير معنا؟ قال عليه الطلاق إني ما أدري وأنا مقصر في حقكم. رجع ذا يكلمني ويشكرني، فقلت لا جاك من يشكي قصور القرابة. الله. وجه عليها من الغباين علامات. لجاك من يشكي قصور القرابة ووجه عليها من الغباين علامات. سلام. لا تقول من حقك تقوم حلابه وتصير سبه في انقطاع العلاقات. باب الوصل والرحم لا تهد بابه مهما يعد من الزلل والخطيات، حاول تهدي الوضع وتقول جابه ترضي الولي من فوق سبع السماوات. وابن عمك لا تردى فيك فصمت لا تعلم، ابن عمك لا تردى فيك فصمت لا تعلم، لا تشمت فيه عدوانه وتكشف عن عيوبه، وكان سرك في لزومك لا تغبيه وتكلم علم الطيبة، ووقفات المطاليد زم حسوبة، وصبرك على زلة رفيزك معزة، تحسب شجاعة لا تغاضيت عن طوب، وسترك خمال القرب طبع المنزه، ومن لا ستر عرضه جعل فيه عذروب، اصبر على الرفقة مثل صبر غزة، تبغى السلام وكل عام وحروب، ولا تحسب الليهام للضلع هزة، الضلع ثابت ما تهزهز من الحوب، دار الرفيز ودامي الراس رزه، دار الرفيز ودامي الراس رزه، وعد العواجه كان تقدر وبسلوب وخلك جليل وسمح في كل حزه، وعد الثلاث وراعي العفو محسوب في الكفو، في الكفو لمن مات فبكه وعزه، واللاش لمن مات فردم له الطوب البيض، تركز روس الاشهاد نزه لمورد الهياب ومرقع الثوب، اخترت جزل القاف واخترت لزه وهديت للغالين من ماكر النوب. يا سلام بيض الله وجهك يا البوي. انت كلمت كلامك شعر وانقصت في شعرك حكم. بيض الله وجهكم من يسمع. اخونا ابو المعتز نبغى شعر.